أهم الأخبار تأتيكم من جريدة المدينة في 60 ثانية. الحرمين تؤكد الحزم في تطبيق الأنظمة على من لا يتقيد بالإجراءات الاحترازية. القصبي يكرم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 90 للمملكة. وفاة صائب عريقات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. مدير حملة بايدن: العمل يبدأ الآن. أمطار رعدية متوقعة على معظم مناطق المملكة. الاتحاد يعاود التدريبات وكاريلي يركز على اللياقة. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع جريدة المدينة المدينة.com.